بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا متميزين عن سائر خلقك بالصدق الرفيع والالتزام بدينك التزاما مباركا ومطلقا. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والرضوان والعدوان إلا على الأشرار. والله أكبر. نكملوا الآية دي 19 من سورة عبيدة بآية: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، ورينا قدش مرة من لا فائدة في التطوير، أولئك كما أولئك اللي كانت نصيبنا بفضل الله، أولئك أنا أي أصحاب اللعنة، أولئك أصحاب الجحيم. The dwellers of hell. الرعب عشان يكون مصيرك. وأين ستنزل؟ لو نزلت في 7 نجوم و10 نجوم وآلاف من النجوم فالوتلة على حساب المستضعفين من الأرض، أخذتهم أرزاقهم، احتلت أراضيهم، نهبت كنوز على ظهر الأرض ورميتهم البحار وفي أعماق التراب وتحت طبقات الأرض. وبعد أخي سهل تجمع بين سعادة الدنيا التي لا يرون لها وهي وهمية أكثر ما تكون حقيقية محسوسة، ولعب بكم شيطان باش اعتبرتموها هي موطن السعادة ولا سعادة خارجها، وقلت هذه جنتنا. يا أخي تتحدث على الجنة المرجوة، علاش ما تهبط؟ مرجوة يعني في الدنيا مش جنتك، لا هناء لك فيها أبدا، وستموت شغل نتاج لأنك خذلت الدين الذي لا شك فيه وشركت بالله الذي لا يجوز الشرك به. بل الواجب على كل عاقل ولبيب أن يوحد ربه بكل الأسنين. نعود إن شاء الله تعالى إلى الآية التالية إن شاء الله تعالى، والسلام.